بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم مرة تانية في قناة زوكاتيك، وأهلا بيكم في الحلقة الثالثة من كورس المستوى الأول للمبتدئين من الدبلومة الشاملة للإكسل. الناس اللي أول مرة تخش معانا الكورس في محاضرتين فاتوك، يا ريت تتفرج عليهم الأول قبل ما تكمل الفيديو علشان خاطر تحصل على أكبر فايدة ممكنة. يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا. طيب احنا كتبنا الداتا بتاعتنا، عايزين بقى نعملها بشكل كويس وبشكل ايه منسق. بنعمل سيلكت على الداتا، وقلت لكم اي اختصار هعمله ركزوا معايا فيه. لو انا عايز اعمل سيلكت على داتا معينه، الداتا اللي قدامنا دي قليله وصغيره، فاقدر ان انا اعمل سيلكت بصوره. طب افرض الداتا بتاعتي كبيره، بتقف على اول خليه في الداتا وتدوس من الكيبورد كنترول نجمه، هتلاقيه عمل سيلكت على الداتا بتاعتك كلها. اوكي، احنا دلوقتي عايزين ننسقها. اولا عايز اعمل لها اطارات، اعمل لها اطارات كده يكون محدده، بيجي من هنا من هوم من حته بتاعه فونت، بشوف هنا الايقونه بتاعه بوردرز وبنزل على كلمه اول بوردرز. الكلام ده كله اسمه اطارات. لما انا بقول له انا عايز اول بوردرز، يعني هو هيحدد لي كل الداتا بتاعتي. وخلي بالكم في ناس كتير جدا بتغلط وبيقول على ده جدول، لكن دي اطارات، لان الجدول في الاكسل قصه تانية خالص وهنتعلمها مع بعض في الايه في الكورس ان شاء الله. نرجع تاني نعمل سيلكت على الداتا بتاعتنا، وعايزين بقى نوسط الكلام، بدل ما هو محذوف ناحيه اليمين نحطه في ايه في النص. كل الاوبشن بتاع التنسيق والالوان وتحط المكان بتاع الكلمات فين هتلاقيه في المنطقتين دول، اللي هي بتاعه الفونت وبتاعه الاليجمنت. تمام، هنا عايزين نخليه في النص، هنيجي من الحته دي وندوس في السنتر عشان خاطر يوصل لنا الكلام بتاعنا. طيب انا عايز اغير اللون بتاع العنوان برضو من نفس المكان بتاع فونت، الحته دي او الايقونه دي بتاعت السيمز كالر بتاع الخليه، او يعني الخلفيه الباك جراوند بتاع بتاع الخليه نفسها، واللي جنبها بتاعت لون الخط نفسه، بتاعت لون الكتابه نفسها. لو اخدت بالكم اهو، بص اللون بتاع الكتابه بتاعنا بايه بيختلف. الحاجه اللي بعد كده، انا برضو اقدر اغير الفونت بتاع الكلام نفسه، يعني انا مثلا هنا محمد ومحمود، هو مكتوب اريال، ده اللي هو الايه ده البيزك بتاعه، انا عايز اغيره مثلا، عايز اهو تايمز نيو رومان، عايز اعمله مثلا في فونت تاني انا بحبه اسمه تراديشنال عربيك، اهو اهو تقدر تغير الفونت برضو من نفس المكان ده. الحاجه التانيه برضو تقدر ان انت تكبر وتصغر حجم الايه الخط. كل الاوبشن بتاع التنسيق ده هتلاقيه في المكان بتاع فونت والاي والالجمنت. خلاص ظبطت الداتا بتاعتي وكتبت وعملت التنسيقات اللي انا عايزها. لو اخدت بالكم لما عملت سيلكت هنا وجيت اكبر الكلام، تحسوا ان الخليه بتكبر مع الكلام. طيب في حاجه مهمه قوي لازم تكون عارفها، ان الخليه احنا لما بنيجي نقراها بيبقى رو وكولوم او كولوم ورو، فمعنى كده ان الخليه ليها عرض. يعني شايفين الفرق ما بين بي وسي مثلا او اي وبي، بيبقى فيه زي خط كده موجود، اول ما بتقف عليه وتلاقي العلامه معموله علامه باص كده، تقدر تدوس عليه بالماوس وتكبر الخليه، ونفس القصه تقدر ترجع الخليه تاني. ده بالنسبه للكولوم، ونفس الفكره بالنسبه للرو. لو انا واقف هنا ما بين 2 و3 لغايه لما تبقى علامه بلس كده، وافضل دايس كليك شمال على الماوس وانزل بيها، اقدر اوسع الخليه وبرضو اقدر ايه اصغر الخليه. طيب وكمان اقدر اتحكم في حجم الطول والعرض. انا دلوقتي عايز اغير حجم الخليه ان كان طول او عرض. لو عايز اغير طولها بعمل سيلكت على الروب الكامل، عشان اعمل سيلكت على الروب الكامل بدوس على الارقام نفسها، ولو عايز اعمل سيلكت على الكولوم بالكامل بدوس على الحروف نفسها. فانا هنعمل سيلكت على الرو عشان خاطر اغير في مقاس طول الخليه، وادوس كليك يمين، هتلاقوا هنا في تحت خالص هتلاقوا كلمه رو هايت، يعني طول الصف. تمام، تقدر تغير فيه زي ما انت عايز. يعني انا هو كان 22 ونص هخليه 40 مثلا، وادوس اوكي، فهتلاقوا ان الطول بتاع الخليه اختلف. ونفس الفكرة للعرض، هعمل سيلكت على الكولوم كليك يمين، هتلاقوا اسمها المرة دي ايه كولوم ويدز، يعني عرض العمود، واكتبه هنا مثلا ايه خليه مثلا 25 او 30، اخليه 30. تمام كده.
بعد ما كبرنا الخليه، لو اخدت بالكم احنا كنا بنوسطن الكلام في نص الخليه من الحته دي. طب ايه اللي فوقيها دي؟ بصوا هنا هتلاقوا الداتا نازله لتحت علشان خاطر هي متعلمه في الحته دي اللي هي ايه بوتوم، يعني الحته يعني ان انا عايزه في الاسفل الخليه، لا انا عايزه في نص الخليه بالظبط في السنتر. هتلاقيه بصوا بيرفع ازاي رقم 2، انا عامل سيلكت على الكل اهو اهو، واخدين بالكم الكلام اتحط في نص الخليه لا تحت ولا فوق. كده احنا خلصنا كل تنسيق الخليه اللي ممكن تكون محتاجه في الفتره الاولى من الكورس. طيب دلوقتي انت كتبت داتا والكولوم او الرو واسع قوي على الداتا، فتقدر تعمل ايه؟ تعمل سيلكت على الحاجه اللي انت عايز تتحكم فيها وتيجي من اخر خط فيهم لغايه لما يبقى العلامه بلس كده وتدوس دبل كليك، هتلاقيه رجعها لك عمل احتواء للداتا على قدها بالظبط. نفس الفكره برضو للرو، وتدوس دبل كليك تنزل على اخر صف فيهم لغايه لما العلامه تبقى بلس كده وتدوس دبل كليك، هتلاقيه عمل لك احتواء للايه؟ للخليه. احنا ايه نوستر الكلام اهو ونرفع الكلام ده ايه في النص. دلوقتي بعد ما خلصنا الجزء بتاع التنسيقات هنخش في الجزء بتاع الداتا انتري وازاي نسهل على نفسنا ادخال البيانات في الاكسل. اول حاجه بتتعرض لها وانت بتعمل ادخال البيانات هي السيريال نمبر، ايا كان الداتا اللي انت بتدخلها عملاء موردين بنوك موظفين ايا كان، لازم بتعمل سيريال نمبر علشان خاطر تعمل حصر للداتا بتاعتك. في طرق كتيره ان انت تعمل السيريال نمبر. في الطريقه اللي الناس كلها عارفاها ان انت تكتب 1 2 وتعمل سيلكت عليهم هما الاثنين، وتيجي من الكورنر ده شايفين النقطه دي لغايه لما العلامه تبقى بلس سودا كده، وتضغط على كليك شمال من الماوس وتنزل بيها بيديك السيريال بتاعك. وفي طريقه تانية ان انت تكتب 1 وتفضل دايس على الكنترول من كيبورد وتيجي من نفس الكورنر ده وتدوس كليك شمال على الماوس وتفضل نازل بيها هيديك برضو سيريال. بس طبعا الطريقتين دول بدائيين جدا ومش هينفعوا الا لو حجم البيانات اللي انت بتدخله قليل. احنا بقى دلوقتي هنتعلم مع بعض طريقه حتى لو انت عايز تعمل سيريال لمليون هتعمله بسهوله وبضغطه زر. هنيجي هنا عند الخليه دي مثلا، لو هو هنبدا السيريال من هنا بتكتب رقم 1 وتقف جوه الخليه اللي انت كاتب فيها بدايه السيريال بتاعك. لو انت عايز تبدا السيريال من 1 عادي، عايز تبداه من 101 ايا كان السيريال هتبداه من كام، اكتب الرقم اللي انت هتبدا بيه السيريال وتقف جوه الخليه. ومن التابات اللي فوق هنروح على هوم وهنلاقي هنا في الاخر في سيكشن اسمه ايديتنج، هنختار منه الاداه دي اسمها فيل. ومن فيل هنلاقي فيه اوبشن تحت كده اهو سيريز، ده اللي هو المسؤول عن السيريال نمبر. لو اخدتوا بالكم هتلاقوا في المربع اللي ظاهر لنا ده في اوبشنز كتير، احنا عاملين فيديو خاص عنه وعن الاداه بتاعت فيل كلها، هيظهر لكم فوق هنا على الشمال، ممكن لو حابب يروح يتفرج على الفيديو يدوس على الرابط. لكن احنا دلوقتي هنتعامل على اول سيكشن بس علشان خاطر احنا اللي مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نعمل سيريال نمبر. لو انت عايز تعمل سيريال نمبر في الكولوم نفسه، يعني هتعمل 1 2 3 4، بتنزل تختار الكولومز. طب لو انا عايزه في الرو يعني ازاي؟ يعني 1 2 3 جنب بعض كده بتخليها في الرو. دلوقتي احنا عايزين نعمل سيريال في الكولوم نفسه فهنخليها على كولومز. وهتيجي هنا تحت هتلاقي كلمه ستيب فاليو وستوب فاليو. ايه ستيب فاليو وايه ستوب فاليو؟ ستيب فاليو دي اول رقم هتبدا بيه السيريال بتاعك اللي احنا كتبناه 1، لازم الرقم اللي يتكتب هنا هو نفس الرقم اللي انت كتبته هنا. هنيجي عند ستوب فاليو ونخليها مثلا 1000 وندوس اوكي. لو اخدتوا بالكم هتلاقوا عمل سيريال من 1 ل 1000 في اقل من ثانيه. هنعملها مع بعض تاني. كل اللي انا عملته جيت هنا في الخليه اللي انا هشتغل عليها كتبت بدايه السيريال بتاعي اللي هو 1، ورحت من هوم على الاداه بتاعت فيل، نزلت على سيرس، وبعد كده عملتها كولومز ومن 1 ل 1000 ودوست اوكي. طيب انا نزلت ازاي هنا لاخر خليه اللي هي الالف دي؟ برضو من ضمن الاختصارات اللي حابب اقولها لكم، بتدوس على كنترول وسهم لتحت هينزلك على اخر خليه فيها فاليو فيها داتا، تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل عليهم سيلكت بتدوس على كنترول شيفت برضو سهم لتحت هيعمل لك عليهم سيلكت كلهم. يا رب اكون افدتكم ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.